حبيبتي شو نحكي متتبعين رمضان كريم. شنو هذه اللي عاملين احنا؟ نجوم حق شو؟ رمضان وداهية رمضان. ودي شو؟ دي دي صورت ياسين. ودي آية الكرسي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يلا تعالي نوريهم فوانيسنا لما مامتنا تعمل لنا اجواء جميله. يلا جيبي وريهم فانوسك ذاك البينك. اوه ماي جاد. اقول شو شنو على عندي الشميعة فيه. ياك جيب لك شمعه. ده حق محمد. لا لا ذاك حق محمد الوايت. هاي هي وعدك. جميل؟ نعم. هذه سجاداتنا. دابا نوريكم تاني حنا شعلتو ونوريكم. هاي وعدكم اختكم المقاجية ضروري تخلق الأجواء لوليداتها واخا واخا الداخل يعلمه الله سبحانه وتعالى. ياك وليداتي. نوريهم هذه الجيمات. هذا ديك النهار لقيتهم فاش كنت ماشية في البريد لقيتهم. اختيتهم صورة ياسين وآية. شو كان عشرة أعجبنا بالإنجليش كيف؟ شو؟ أصم ريلي؟ نعم. نو لا 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 جريت. الله نعم أصم. شفتيها فين ماما؟ في هلو إنجليش. هلو إنجليش. يلا نحكي لهم مع السلامة. مع السلامة. رمضان كريم. صوموا وتفطروا على خير. بش على رأي إخواننا السودانيين. رمضان كريم أحبائي الرحمون. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ أحوالكم طيبة؟ نتمنى من الله تكونوا في أحسن الأحوال. نتمنى من الله يدخل هذا الشهر الفضيل عليكم بالمزيد من الطاعات والتقرب الله سبحانه وتعالى وصلاح ونجاح أبنائكم يا ربي. وكل من عنده حاجة عند الله سبحانه وتعالى ربي يقضيها له. وإن شاء الله ما ينتهي هذا الشهر تنكونوا كلنا نحن الراحمون معتوقون من النار إن شاء الله. شوفوا شنو درت لوليداتي. ما تقولوش أختكم راها ما هنا كنصلي وان شاء الله. ايوا درت لهم هاد النجيمات وهذا خلاص. هاد رمضان اللي فات سبحان الله احنا في المغرب احنا ما تنديروش هاد الزينه هاد رمضان وهذا، ولكن راه مزيانه راه كتبين باللي راحنا في شهر مختلف. راحنا يعني كاين هناك اختلاف، يعني راه ماشي ايام بحال سائر الايام. زعما زوينه لو دخلت هاد الثقافه عندنا حتى حنا المغرب وليداتنا بحراي نحببوهم كذلك في شهر رمضان يبقاو يتسناوه والاجواء ديالو. هذا واخا راني والله ما راكم عارفين اللي كاين. ايوا ربي الحبيب قادر على كل شيء. الركشات خاصك تبقى من ركشه. شوف هذه خاصك تبقى من هذه لهذه. غنعيشكم معايا خاصكم المقاجيه كيف كتعامل وكيف كدير. الى يقول المثل ان لم تكن ذئبا اكلتك شنو؟ شنو ولدي؟ أكلت إن لم تكن ذئبا أكلت ذئب توتة. شنو بنتي؟ السلام عليكم. ماشيين يا سيدي بلازا. أيوة بكم يا راجل؟ معقولة؟ أنت عارفة ولا ما عارفة؟ أيوة عرفتها سيدي بلازا. 800 ودينا. كم؟ 800.
والله صب الايس كريم بيجينا انا مش لاقي بعد لسه الناس تراويح ما في زول تراويح لقيت بنزين والله وفتح لي غانيه والله كنت بمشي ب 600 يا رب عنده حاجه صح احنا زمان ب 300 قاعدين نمشي ده زمان ده ما زمان يا دوب من كم يوم يعني اسبوعين كذا اسبوعين صح البنزين بقى ب 4 قبل رمضان طوالي يعني تضاعف تضاعف نص السعر يلا 900 شايفه صح عليك الله بسم الله بسيطه ما مني انا وإني البنزين انا ما عندي مشكله ممكن مجانا اوديك لا والله اللي تير عارفه بكم انت ذاتك زول شغال يعني زول انت عارف اللي تير بكم ايوه اللتر ب 960 جنيه اي والله يا زاد يلا بكام؟ بنزين بكام؟ قول 1000 ونص لا والله بال 1000 اركب ها؟ حد قال ب 300 توكل توكل نشوف لا انا والله بال 1000 دي زاد جايين نهز امي هاصه يس حبيباتي يس وليداتي يلا احكي لهم رمضان كريم مع التليفون الخربان المحروق جيب لك مرتنا محروقه كاينه ولا لا احبائي يلا نهز امها نزلنا قرعه يلا هز قرعه المولد وشي نهار ولا صغير صافية أبدي شنو تقديتي لنا شنو تقديتي لنا ولدي قديتي لنا شنو يعني شو اشتريت لنا أنا عارفة شنو يعني أتعالي يقول عليك والله شو لنا يعني تيتا شنو شنو شريتي اشتريت ها مخدوة كراسة شنو خديتي يا بنتي شوف خديت هاد الكسيكس ندير عليه كسيكسو ما عرف واش غيصدق ولا ما يصدقش ما عرف شحال وهادي هادي زويوني بلغطات يد ديالهم خديت منهم شي جويجة تتحط عليهم داكشي كتغطى مع النمل يمشي على كل شيء شريت هادو كتعمر يوم هكا بالمكسرات وداكشي على حساب النمل وصافي وهادو طفيت رد وليدات شنو خديت شوف شحال خديت لهم ديال الكراسات هادو كلشي كراسات ديال الرسم وديال الكتابة اش كدير محمد هذا راه كبير فيه كل شيء فيه اللي بغيت هذه الالعاب فيها كل شيء هذا شريته له وكان هرج دابا غادي ناخذ له واحد اخر على حسب لهم في التمارين صافي خديتي يا بنتي نعم يلا اجا بنتي هذه غادي خد اميرات عرفتي يا ولدي؟ ها ولدي دابا هما جبتهم يلعبوا توتا محمد وليداتي العزاز جبتهم يلعبوا مسكين Yeah.
حبيبة. يلا محمد البطل. محمد مالك بتبص كده؟ اي وقتكم المجاجة. احنا كان كيسحبنا هذا رمضان، راح كنا غادي نكونوا معاكم في المغرب الحبيب. ايوه باي حال عدت يا رمضان. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظمته. ما عرفناش فوقاس احنا تموي وخا يبقى فيا عق واحد، نبقى نادي حتى ربي سبحانه وتعالى يأتينا بالفرج. يلا مالك خايف؟ يلا توتا افتح ايدك. راه شعير ومسكي طوال باقي نقطع كوره. ها حلو حلو. افتحها وتفتح، هاش نشتري.